بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الفترة الأخيرة بعد نهاية بطولة كأس العرب كان في سؤال واحد بس بيتسأل، منتخب الجزائر دلوقتي بقى صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في العالم، بين 39 ماتش ولا 33 ماتش؟ هل مباريات كأس العرب الست ماتشات اتحسبوا ولا ما اتحسبوش؟ وسبحان الله يا أخي السؤال ده جاوب عليه الأستاذ صالح بيا عبود اللي هو الراجل المفروض إن هو مكلف إن هو يتكلم باسم الاتحاد الجزائري في الإعلام، الراجل اللي كان بيتكلم عن الموضوع قبل البطولة بتبدأ وقال يا جماعة سلسلة لا هزيمة مش هتتأثر بوجود المنتخب الجزائري في كأس العرب، لأن المنتخب الجزائري عنده طاقم فني مختلف وهو السيد مجيد بوجره والجهاز المساعد بتاعه والسيد جمال بالماضي والفريق الاول هم اصحاب السلسله وهم اصحاب ال 33 انتصار. اي نتيجه ايجابيه او سلبيه مش هتاثر على سلسله اللا هزيمه. الراجل كان قال كده قبل البطوله بجد والله، والراجل كان مخلص الموضوع والموضوع كان واضح وباين جدا. بعد الجزائر لما خدت البطوله لقينا كلام كتير جدا واعلاميين ويوتيوبرز وناس كتير بيقول لك مبروك يا جماعه. ايه يا معلم اللي حصل؟ قال لك الجزائر بقت 39 مباراه بلا هزيمه. الله اكبر، عاش محاربين الصحراء. طب بالنسبه للاستاذ صالح والكلام اللي كان قايله بتاع موضوع المدربين ده، قال لك لا والله مدير المنتخب هو اللي اعلن ان الست ماتشات اتحسبوا. وهي يلا يا جماعه تسقيفه بقى. طب ما بالراحه. طيب يعني انت عندك مصادر؟ لا. طب عندك تصنيف فيفا؟ برضه لا. طب فيفا اعلن حاجه؟ لا. طب امال احنا بنطلع نتكلم في ايه؟ عادي يا معلم، قول بقى واطلع اعمل فيديوهات واطلع وشير وهات واعمل وسوي، وفي الاخر ترجع لنفس الاساسيات وترجع لنفس البدايه. تلاقي السيد برضه صالح بيا عبود طلع اتكلم على الموضوع ده. او بصوا الاستاذ صالح طلع اتكلم وقال يا جماعه القصه مختلفه، ده مع مدير فني وده مع مدير فني، ده فريق اول وده فريق رديف، صعب انك تحسب الست ماتشات، صعب جدا كمان خصوصا عزيزي ان احنا مش ايطاليا ولا اسبانيا ولا اي دوله اوروبيه، احنا الجزائر يعني عالم عربي، يعني صعب انك تلاقي ان الفيفا حسب لك ست ماتشات المفروض انهم ما يتحسبوش وعدوا لك التصنيف. مش احنا خالص اللي يحصل معنا كده، احنا ناقصوا لنا ماتشات مش عدوا لنا ماتشات. نقعد بقى نفكر كده بالعقل والنفع يا جماعه، يعني مفيش اي حد يقول لكم اي حاجه تصدقوها. نرجع للمصادر ونرجع للكلام اللي بيتقال قبل البطوله علشان خاطر نعرف الكلام بعد البطوله هيتغير ولا لا. الراجل ما غيرش كلامه، اللي قاله قبل البطوله هو اللي قاله بعد البطوله. الازمه بقى اللي حصلت اثناء البطوله والازمه اللي حصلت بعد فوز المنتخب الجزائري بكاس العرب دي حصلت بناء على ايه؟ على يوتيوبرز وبناء على صحفيين بيقولوا اخبار غير موثوقه بدون اي مصدر. هو ده اللي الواحد كان عايز يتكلم فيه. ما تصدقش اي حاجه، ارجع دايما للاساسيات، شوف الدنيا كان فيها ايه وارجع قارن ما بين اللي بيتقال واللي كان بيتقال قبل كده. وجهه نظرك انت حدد ايه الصح وايه الغلط، علشان خاطر دايما وجهه نظرك انت هي اللي بتحدد كل حاجه. لو انت واقف ورا حاجه وتدعمها هتبقى شايف ان هي كويسه، لو انت واقف ضد رايي وشايف ان هو سيء، لو طوب الارض قال لك ان رايي ده كويس انت مش هتصدقه. عزيزي احنا البشر كده. فلو عجبك الفيديو ممكن تقول ان الفيديو كويس، ولو ما عجبكش اعمل ديسلايك. ديسلايك اتلغى دلوقتي.